عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه اعزائي المشاهدين؟ معاكم الشيف ساندي وفي حلقة جديدة، وطبعا زي ما بوعدكم هعمل لكم اكلة غريبة المرة دي اللي طعمها لذيذ وشكلها جميل وهتعجبكم ان شاء الله. معانا النهاردة ضيف كمان شرف في المطبخ، معانا سلطان السفرة اللحمة، ودي مش لحمة عادية، دي لحمة ضاني علشان الاكلة بتاعتنا بتتطلب اللحمة دي. المكونات اللي هنحتاجها: لحمة 2 كيلو لحمة ضاني، هنحتاج شوية عنجمل، أراسيا، زبيب، مشمش، بهارات اللحمة، وكام بصلة، والرز هنعمله زي ما عملته مع اللافانجي، لكن هنحتاج هنا كل فرد ليه كوباية، فحطيت 4 بما ان 4 افراد. غسلنا اللحمة اول ما جبناها، ودي فخدة ضاني، ودلوقتي هنحطها على النار. هنحطها جوه الحلة وبعدين على نار متوسطة، علشان اقل من المتوسطة كمان علشان اللحمة تاخد راحتها، وهبقى معاكم كل الخطوات. طبعا هي اللحمة الضاني طبعا طعمها جميل جدا، بس خلي بالكم انتوا بتاكلوها علشان فيها دهون اكتر. لا ما تفهمونيش غلط، انا بس حطيت بهارات على اللحمة علشان كده هتقصد. دلوقتي بقى هننضف البصل علشان نعرف نستخدمه في الاكل بتاعنا بالطريقة دي. دلوقتي بقى نقطع البصل بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بعمل اكتر حاجة بكره اعملها في المطبخ، وهي العمل بقى البصل، بتخليني اعيط بس مع اني عارفة انها مفيدة وصحية كده، مفيش اي كورونا هتصيبني زي جدتي بتقول. خلاص دلوقتي اللحمة على النار، دلوقتي نروح نشوف اللي حصل. خليكوا معانا اهو. خلصنا اللحمة، هي حوالي ساعة ونص كانت على النار زي ما انتوا شايفين، هي احمرت شوية والمية اللي كانت جواها نشفت. دلوقتي بقى بعد ما حطينا طبعا الملح وكل حاجة، يجي الدور على البصل، هنحطه عليه ونكمل على النار. دلوقتي نحط اللحمة على النار، ودلوقتي نروح نجهز الرز الشهي بتاعنا. بنعمل اكتر حاجة مفضلة ليا في المطبخ الاذري ان احنا بنستخدم الفواكه اليميش والحياتي، فاحنا دلوقتي هنحط الحاجات دي جوه المية، ويستحسن تبقى مية دافية علشان يبقوا طريين على الاول، وكمان يبقى طعمهم احسن في الاخر. هنحط القراصي اللي قلت لكم في البدايه، القراصي والمشمش الناشف وشويه زبيب. خليكم معانا. ودلوقتي ناخد الرز، يلا بينا نروح نغسله. وادي الميه المغليه بتاعتنا جاهزه اللي هنحط فيها الرز، نحط شويه ملح جواها وندلق الرز فيها، بس خليكم معانا عشان لسه في مفاجآت تانية هنعملها. ده مش رز عادي ومش هنسيبه يغلي وبس، نحطه على النار لمدة ربع ساعة وارجع لكم تاني. وزي ما جدتي بتقول، علشان تعملوا احسن اكلة لازم تعملوها بحب، وانتوا بتعملوها لازم مشاهدينكم الاعزاء، مشاهديني الاعزاء يشجعوني، اكتبوا في الكومنتات لو انتوا حابين تعرفوا اي حاجة بتفصيل اكتر. ودلوقتي نحطها على نار عالية، يلا بينا. وخلاص الرز بتاعنا على نصه جاهز، احنا رمينا اتخلصنا من المية اللي كانت فيه وشلناه من الحلة، عشان دلوقتي هنجهز البيس بتاع مبنى الرز بتاعنا الشهي. هنحتاج عشان البيس لافاش، عندنا اسمه ناتشونال لافاش، هو لافاش كبير بس هنا في مصر بيتسمى السوريين بيعملوه برضو، اسمه العيش السوري، ممكن تشتروه في اي مكان. هنحط واحدة نصها يعني نتنيها للنص ونحطها على ناحية، ونحط التانية من الناحية التانية، بس المهم تبقى عاملة شكل كويس شبه الوردة علشان الديكورات مهمة جدا زي ما جدتي بتقول.
وده الشكل بتاع الضباش اللي احنا حاطينه اتنين بالظبط. دلوقتي بقى هنحط الرز بتاعنا، لكن الرز لازم ناخد بالنا ان هو يبقى ينزل في النص بس وما يدخلش جوه الاجزاء دي في الضباش علشان ما يعملش ما يبوظش الاكله بتاعتنا. طبعا هنحط دلوقتي كل رز هنا على شكل هرم، احنا بنحب الاهرامات في الاكل. ودلوقتي الشكل الهرمي بتاعنا جاهز. دلوقتي ناخد شوية سمنة اهو ونعمل كده على الجوانب بتاعة الرز بتاعنا شوية شوية، ده هيدي طعم جميل جدا. بس خلي بالكم وانتوا بتاكلوه ما تاكلوش كتير، يستحسن يبقى فيه زيت كتير لمحبيه، يعني الاكلات دي بتطلع بالظبط زي الطرق التقليدية بتاعتنا زي جدتي، بس انا مش بحب. خلاص كده جاهز، نحط بقى شوية الكركم بتاعنا، نحط على كل رز عشان يبقى لونه اصفر وطعمه جميل. أرام. دلوقتي بقى نروح للنار، ودلوقتي نحط الرز بتاعنا على نار هادية جدا، نسيبه من مدة 10 لـ15 دقيقة يكهس على راحته خالص. يلا بينا وبعدين نشوف اللحمة ايه اللي حصل لها. ودلوقتي خلاص احنا حطينا الرز، جينا على اللحمة، اللحمة زي ما انتوا شايفين خلاص تقريبا جاهزة. دلوقتي شوية شوية نحط الفواكه الناشفة اللي احنا كنا حاطينها جوه المية علشان تطرى نحطهم، ودي اكتر حاجة بحبها في الاكلات الازرية ان هي دايما غنية في الفواكه والحاجات دي، وده اصلا طعمها هيطلع جميل جدا، هتعجبكم ان شاء الله جربوها. اهو احنا حطينا كل الفواكه اللي احنا كنا حطاها، دلوقتي نقلب اللحمة بيها ونحط شوية عين جمل عليها. طبعا العين جمل بيبقى طعمه جامد جدا جدا جدا. دلوقتي بقى نحط نص معلقه سمنه، انا عارفه ماما لو شافتني ممكن تزعق عشان هي دايما بتحط حاجات دايتك، لكن بابا بيحب السمنه الكتير، بس الاكله الازهريه لازم تبقى غنيه السمنه. يلا بقى خلاص دلوقتي نروح نحطها على النار لمده 10 دقائق. واخيرا خلصنا الرز واللحمه بتاعتنا. دلوقتي بقى نيجي لطريقه التقديم. الاول الرز ده فيه تحته جزمه زي ما قلت لكم البنيه، ولازم نقطعها كده زي البيتزا. وعلى فكره لو احنا هنعرف دلوقتي الرز بتاعي طلع زي ما جدتي بتعمله ولا لا، طلع سكسسفل ولا لا، لو هو معمول بنجاح يبقى لازم يطلع من الحلة وما يلزقش فيها. واو شايفين بيطلع ازاي؟ بس خلاص الرز بتاعي ناجح كده كده انا اطمنت. ودي اللحمة بتتحط على الرز. دلوقتي يلا بينا نحط الرز. يلا بنحط الرز، بس خلي بالكم اسندوها بايدكم عشان ممكن تقع. ولا الرز بتاعنا جاهز زي ما انتم شايفين. دلوقتي نحط شوية جراء، نيجي بقى نحط الجراء بتاعتنا، شايفين اوه جميلة جدا جدا جدا. نحط شوية شوية، في ناس بتحب على الرز، هو المفروض بنحطه على الرز، بس انا مش بحب الخبط واعمل ميكس للحاجات فبحطها جنب الرز. دايما على طول بقول لمامي حطيلي الاكل منفصل. بس اهو النهارده كان عندنا في السفره البلوف والجراه، لحمه السلطان السفره، وكمان جنبها في سلطه زبادي بنقدمها بطريقه سهله جدا. لكن كان معاكم النهارده الشيف ساندي وعملنا الحاجات الاكلات الشهيه اللذيذه دي. لو عايزين تعرفوا الزبادي ده سلطه الزبادي بتتعامل ازاي اكتبوا تحت في الكومنتات، والفيديو الجاي هعمل لكم فيديو مفصل عنها. خليكم معايا، ما تنسوش تعملوا مشاركة واعجاب. باي.